رجل شج رأسه، احتلم فأفداه بعض الناس بهجوم الغصن، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصتكم هل سألوا التي تأتيكم مباشرة من قناة القرآن الكريم من الجزائر. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا. كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك الشيخ. بك مرحبا. سبارك فيك شيخنا. الإنسان المؤمن يريد أن يقي نفسه من الشرور في الدنيا، وكذلك أن يقيه الله عز وجل حر جهنم في الآخرة. الوقاية شيء مهم جدا. قدر الإنسان يعيش على الحرمان، لكنه يخشى أن يقع في المحظور، لأنه أن يقي نفسه من المخاطر، من المؤذيات، من الفتن، شيء مهم جدا. وحنا عندنا في ديننا يا شيخنا مصطلح التقوى، وهو خلق عظيم جدا ومقام من مقامات الدين مثل الإحسان. فمقام التقوى إذا ارتقى إليه الإنسان المؤمن فإنه يصبح في وقاية، في حماية في الدنيا وإن شاء الله يوم القيامة. إذن ما التقوى يا شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم كما طرح على بعض الصحابة. من بعض الصحابة؟ عمر وما أدراك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسأل أحد الصحابة: ما معنى التقوى؟ ما حقيقة التقوى؟ فنتتبع إجابات هؤلاء العظماء في بيان حقيقة التقوى، بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين معنى التقوى وحقيقة التقوى، قال: التقوى أن لا يفتقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هناك مأمورات أراده الله تعالى من المكلفين، هناك منهيات نهى عنها وحذر منها سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بمصالحنا وأعلم بقدراتنا وأعلم بطموحاتنا وأعلم بآمالنا، فهو خلقنا وهو الذي صنعنا وهو الذي أودع فينا ما نريد وما لا نريد. فلذلك الله تعالى أمر ونهى. من أجل ماذا؟ من أجل تزكية هذا الإنسان، من أجل ترقية هذا الإنسان إلى مستوى القرب من الله تعالى، القرب من الرضا. إذا اقترب من الله يكون في حماية. أيوة، هذا هو القرب من الرضا. ورضا الله تعالى لا يناله كل إنسان، صح، يناله من امتثل. ولذلك في جواب آخر سيدنا رسول الله عز وجل قال: امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تمتثل الأمر واجتناب النهي. أن تمتثل، ما معنى أن تمتثل شيخنا؟ يعني أن تنفذ ما أمرت به. أيوة. وأن تترك ما نهيت وحذرت منه. تطبيق أيوة. عملي يعني. ورب سبحانه عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته. يعني يحتار الناس في حقيقة التقوى، مش معنى حق التقوى. فمما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيهم من يقول إنه حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو من كلامه واجتهاده رضي الله عنه. أي موقوف يعني. نعم. هذا الحديث هو قوله صلى الله رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى أن يطاع الله تعالى فلا يعصى. معناها قائم على الثنائية،
ما تعلق بالأمر وما تعلق بالنهي. ما تعلق بالنهي طاعة، طاعة أن يطاع فلا يعصى، الطاعة في المأمورات والمعصية والعصيان في المنهيات، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يكفر، عفوا فلا ينسى، فلا ينسى، فلا ينسى. معناها الإنسان لا ينسى الله تعالى، لأن من نسي الله تعالى أنساه الله في نفسه. لطيف. لأن الله يملك القدرات على معرفة ما في قلب الإنسان قبل أن يتحدث به أو أن يعمل به. فلذلك رب سبحانه عز وجل عندما أخبرنا بعقوبة، يعني تقول هي العقوبة القصوى، قال فأنساهم أنفسهم. يعني انظر إلى، لذلك قال يذكر فلا ينسى. والذكر، ذكر الله تعالى معناها كل، يعني ما تقدم على فعل شيء يجب عليك أن لا تفعله حتى تعرضه على مرضاة الله وسخطه. هل هذا الفعل يرضي الله أو يسخطه؟ هذا هو الذكر، يعني أن لا تفعل قبل أن تذكر ما يجب عليك تجاه ربك وما يجب عليك من تركه، كذلك طاعة لله تعالى، لأن نحن نمتثل نفعل طاعة لله ونترك طاعة لله في كلا الحالتين. ليس الذكر فقط باللسان فقط، هذا هو الذكر، أن تذكره عند القيام أو الإقدام على فعل شيء أو قول شيء حتى لا تقع في الخطأ. طيب. لأن ذلك الذكر هو بمثابة وقاية لك، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الله تعالى يعني مصدر النعم كلها سبحانه، يعني أكبر نعمة، مهما شكرنا مهما حمدنا مهما ثنينا لا نؤدي حقها. صح. والدين، صح، والدين يعني معناها، والله أنا كلمة أذكرها للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، كلمة جوهرية ثمينة جدا، قال ربي سبحانه عز وجل اختار لي الإسلام، باختياره لي الإسلام أنه فضلني على غيري. صح. لأن في اللحظة التي ولدت فيها أنا ولد معي آلاف المولودين في العالم، لكن لم يجدوا كلهم ما وجدت أنا. أنا وجدت بيئة مسلمة، وجدت أبا مسلما، وجدت أما مسلمة، وجدت إخوة مسلمين، وجدت كل ما يذكرني بربي ويقودني إلى ربي. فإذا هذا اختيار رباني أنا، مش اختياري أنا. صح. هذه نعمة وحدها مهما شكرنا ما نقدروش نأديه حقها. ودائما نذكر ذلك الذكر الذي نذكره في رمضان، كنا نذكره لأن غابت بعض الأذكار هذه كامل على حياة الناس. يعني عندما نصلي التراويح وننتهي نتجمع ونتحلق من أجل قراءة أذكار، من بينها حمدناك شكرناك على ما أعطيتنا، جعلتنا مسلمين، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الذكر وما يجعل الإنسان يتلذذ حقيقة الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فإذن هذه من حقيقة التقوى. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سئل عن بيان حقيقة التقوى، قال التقوى أربعة: الخوف من الجليل اللي هو الله، اللي هو الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأس الحكمة مخافة الله، مخافة الله، لأن اللي يخاف ربي، الخوف نتاع ربي هو الحارس الداخلي، الحارس الذاتي الذي لا تحتاج معه لا إلى درك ولا إلى شرطي، تحس بوجوده حتى لا تنزلق وتنفلت، وإنما يكون حارسك في داخلك وفي أعماقك. هذا الخوف من الله تعالى، رأس الحكمة مخافة الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقال الناس أو بعض الناس أفعاله
كيف يعني قال؟ قال ألا وإني أعرفهم بالله وأخشاهم له وأتقاهم لله تعالى، ولكني أفعل كذا وكذا وأفعل كذا وكذا. بماذا جاءته هذه الـ 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 يعني الفعل اللي هو أكثر من غيره؟ من خشية الله. يعني انظر إلى خوف الله كيف يعصم صاحبه من الزلل من الخطأ، ويجعله إنسانا مثاليا مستقيما في أقواله وفعاله. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل. زين أعمالك على القرآن الكريم، ما وافق القرآن امضي، ما خالف احجم. احجم، توقف يعني، توقف. هذا هو معناها. لذلك هذاك النداء اللي بشرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تقدم العشر الأواخر من رمضان، وعندما تقدم ليلة القدر إلى آخره، قال ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، أقصر 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 يا روح. إذن هذا معناه العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل. الإنسان في الدنيا هذه مهما تطلعت وتمنيت واشتهيت، في النهاية لا تنال إلا ما قدر لك وكتب لك. فلما الحيرة؟ فلما القلق؟ فلما العداء؟ فلما الكيد؟ فلما التحايل؟ يعني كما نقولوا احنا بالدرجة انت عنا خرج ربي عريان يكسيك. هذا هو معناه القناعة بالقليل. القانوع عمره ما تكون عنده عداءات ولا خصومات، لكن الشره طماع. الشره، ما معنى الشره؟ اللي هو يحب كلش ليه، يجمع ويمنع. فهذا اللي عديانه نتاعو في الدنيا هذه ما يخلصوش وبالكسرة. لكن الإنسان القانوع الراضي بما قسم الله له، لا عداء ولا كراهية ولا خوف، يعيش آمنا مستقرا مطمئنا. وهذا هو السعادة الحقيقية في الإنسان في الحياة. صح. ثم الاستعداد ليوم الرحيل. يعني الإنسان يعيش في الدنيا هذه ما شاء له أن يعيش، لكن لا بد من الرحيل. الموت. عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فالإنسان إذا كان دار في نصب عينيه الموت، معناه يدير ألف حساب وحساب لكل خطوة ولكل حركة يؤديها في الحياة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما الذي رفع شأنهم وجعلهم على تلك العظمة والعبقرية؟ هو هذا التذكير، الذكر الكثير للموت. حتى إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: وما جلاؤه يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وكثرة ذكر الموت. وفي رواية: وذكر الموت. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا أصبحنا لا ننتظر المساء، وإذا أمسينا لا ننتظر الصباح. هذا الاستعداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني معناها استعداد، متى جاء الموت نكون على استعداد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر، وأختم بها، سيدنا عمر رضي الله عنه سأل صحابيا جليلا أيضا آخر، قال له: أنا أرني أسألك، وهو أمير المؤمنين، قال له: من فضلك ما هي حقيقة التقوى؟ يا أمير المؤمنين أنت تسألني هذا السؤال؟ قالوا: من فضلك أشكل علي الأمر. وش جاوب الصحابة رضي الله عنه؟ جواب عملي بسيط. قالوا: تمثل نفسك أنك تمشي في أرض طين وشوك مليانة بالطين وبالأشواك، ماذا تفعل؟ الطين يعني الغرقة، يسهل الانزلاق، الانزلاق وكذلك الاتساخ نتاع الثياب يعني الغوص نتاع القدم، يعني مهم، يعني السلامة، نسبة السلامة في المشي فيها قليلة، ضعيف ضعيف. فخلوا تصور نفسك راك تمشي في طريق كما هذه، فيها الغرقة وفيها الشوك، واش تعمل؟
قال له أشمر ثوبي حتى لا تتسخ بالطين، وأنظر إلى مواطن قدمي حتى لا أدوس على الأشواك. قالوا تلك هي التقوى، هذه هي التقوى في الدنيا، الحذر، 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 الحراسة، يعني معناه فكر ودبر قبل أن تقرر. امشي بالتدريج باش كي تقرر وتمشي ما عادش في حاجة تندم عليها. لكن التهور والاندفاع هذا يوقع الإنسان في الندامة. يقول قيس قبل تغيس، هذا هو، بارك الله فيك شيخنا. ميز قبل ما تنقز، هذا هو. ربي يسترك شيخنا، بارك الله فيك. بارك فيكم شيخ محمد. شيخنا لم يترك لنا ما خلاص، استغفر الله سيدي، زين نقولها بالقبيلية. شيخ محمد، التقوى هذه التي شرحها شيخنا بهذا التفصيل ما شاء الله، كيف يمكن الوصول إلى هذا المستوى، مستوى رفيع جدا، مراقبة الله، استحضر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل وما إلى ذلك، كيف للمؤمن أنه يصل إلى هذا الدرجة؟ هي درجة رفيعة، هي درجة رفيعة، مستوى. هل اليقظة دائمة؟ كيف تأتي هذه اليقظة؟ الاحتراز، قيس، يعني تكون منتبه بالك، أو عبارة عن عبادة، ذكر كثير، صلاة كثيرة، قراءة قرآن، صبر، فعل الخير، كذا، حتى نرتقي إلى هذا المستوى؟ هل هو في 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 تحمل، تحمل الامتناع، امتناع عن الكلام، امتناع عن أفعال، الكف، يعني الكف كما نتعلم في الصيام، يعني كظم الغيظ؟ ما هي الأعمال؟ هل كل هذه الأعمال وهذا الجهد الذي يجاهد الإنسان به نفسه حتى يصل إلى هذا المستوى، أو كيف لك شيخ محمد؟ شكرا أستاذ هارون، شكرا شيخنا أبو عبد السلام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المعاني كلها معاني جميلة، يحتاج الإنسان إن أن يتمثلها في حياته، يتمثلها، يطبقها، يعني يطبقها. الإنسان المسلم نقول فيه عبارتان، عبارة واحدة لا يمكن، وعبارة واحدة لا يصح. لا يمكن أن نجده في مصف الملائكة وهو دائم في حالة رفيعة من التقوى والإيمان. ممتاز هذا الكلام. لا يمكن. إذن العملية لا يمكن. وفي البدال. نعم. أي صح. وفي نفس الوقت نقول لا يصح أن يكون في المنحدر. دائما يعني. دائما هابط. دائما طايح. مليح المهم. فلذلك المؤمن كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة يحس فيها مرتفع قوي، وساعة ينخفض فيها. هذا هو المسار الصحيح للإنسان المسلم. ماذا يحس عندما يكون الإيمان، يعني ماذا يحس؟ ولذلك أشرح لنا. نعم، فوق والتحت. يعني سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه قال: إن لنفسي إقبالا وإدبارا. أيوة. النفس مرات تحس اللي نعيشوها، مرات ماذا به عنده أحد القدرة على الطاعة عجيبة وترك المعاصي، ومن ومرات يسيب روحه في خمول كبير والطاعة ثقيل عليه. هذا واقع الإنسان. الصحابة عبروا عنه في أنفسهم: إن للنفس إقبالا وإن لها إدبارا، مرات تجي ومرات تهرب. أيوة. فإذا أقبلت زودها بالطاعة، عمر لها، استفيد اغتنم الفرص. وإذا أدبرت ألزمها بالفرائض، الخط الأدنى، المينيموم، الخط الأدنى الذي ما تهبطش تحته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا المستوى قد وضعه الله تعالى بحيث يمكن لأبسط إنسان أن يصل إليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. المستوى الثاني. ولذلك الوصول إلى المستوى الأول اللي كنا نتكلم عليه وهو الفوق، مرحلة التقوى، تحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول تحتاج إلى مجاهدة. وش معنى مجاهدة؟ الإنسان لما يروض الجسم نتاعه، نشوفه في أصحاب الرياضات
الانسان اللي يروض جسم نتاعو على حركه يقدر هذه الحركه تشعر بها باللي ما عندوش العظام مثلا في الجيمناستيك وغيرها. صح. منين جات هذيك؟ هذيك صاحبها يملك ما نملكه نحن بنفس الصوره، نفس الجسم نفس الصوره، لكن ذاك عود نفسه يوميا تعويض 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 ترويض ترويض، وصل الى هذا كالذي يقفز، كالذي يقطع مسافه، كالذي يفعل كذا، هو عمليه ترويض. فالانسان يحتاج اولا الى المجاهده، مجاهده معناتها ما يقولش انسان ما يستناش راه قاعد هكذاك ويصبح ما شاء الله، لا، عمليه معاناه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه واحده. الامر الثاني المحاسبه. وش معنى المحاسبه؟ معناتها الانسان لما يقصر يحاسب نفسه، لما يسقط يحاسب نفسه. والانسان لما يحاسب نفسه، لو الانسان يمشي في طريق ياخذ مثلا يسير بسرعه فائقه جنونيه في السياره ودون ان يشعر، وهو اخذ على نفسه انه يلتزم مثلا بسرعه معينه، وشنو هو الحل؟ الحل انه يحاسب نفسه، اليوم راني درت، يعاود يرجع نفس الصوره. الانسان اللي ياكل كثير وهو محتاج الى حميه كلا اليوم، وش يدير من بعد؟ تجيه المحاسبه، لا، البارح انا تجاوزت الحد، اذا اليوم ما يلزمش نتجاوز الحد حتى يحافظ الانسان على نفسه، فعلت كذا، اذا البارح زلقت وقعت وقع مني خطا، الان العاود نرجع. محاسبه دائمه، هذا امر ضروري للانسان باش يوصل الى هذه المرحله. الامر الاخر الذي يستعين به هو ان يحافظ على اذكاره، أذكار الصلوات، أذكار الصباح والمساء على الخصوص. تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا بعض الأذكار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، عندما يقول مثلا من قال بعد الصلاة وهو ثاني ركبتيه، معناه على الهيئة اللي صلى عليه، اللي مصلي عليه يقعد هكذاك، وهو ثاني ركبتيه قبل ما لم يتكلم، بعض الروايات على خلاف روايات ما لم يتكلم، مش معناتها؟ معناتها الإنسان بعد الصلاة ما يزربش ينوض يجري، معناه يعطي الفترة لعمره، هذيك الفترة اللي يطول فيها راهي كلها شحن البطارية للإنسان. هذا الشحن هذا يخليه مع الزمن ترويض يوصل إلى المرحلة التي كان يتكلم عليها سيد الشيخ من قبل. والأمر الرابع في ظني الذي يوصل إلى هذا، وهو الذي سبق أن ذكرته في الحديث السابق، تزويد الإنسان بالطاعة. الإنسان مثلا يقول لك أنا ما نخشعش في الصلاة، إذا كنت تصلي الإنسان يصلي خمس صلوات ينقرها نقرا، منين راح يجيه الخشوع؟ لكن قل له عود نفسك مثلا كثرة الطاعات يوميا دائما في كل لحظة، ستجد بأن المسألة تأخذ مسارا صحيحا في هذا. نفس الشيء الطاعات إنما هي عامل رافد كالإيمان يبلى، هذا مروي يعني في آثار، الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، يقدام. فالإنسان كيف الشيء يجدده بهذه، مرة يتذكر يستغفر، مرة يطيح يعود ينوض، يزيد الطاعة، يكثر من الطاعة، كل هذه تصب في إكساب الإنسان هذا المعنى. شكرا جزيلا شيخ محمد، ربي يبارك فيك. شيخنا في انتظار الأخ سيد أحمد باش يعطينا الأسئلة، عندنا أسئلة من الحصة الماضية. الأخت بديعة من العاصمة قد كرى عندي 30 سنة نصلي صلاة التسبيح، قالوا لي ما يجوز لكش، المفروض ما تصليش الصلاة هذه. قالت الآن كيفاش ندير؟ نحبس نكمل؟ ثم الشيء الذي راعها كما يقال في اللغة، يعني الشيء اللي تتعجب له، قالت الشيء اللي صليته قبل كيفه الأمر؟ هذا السؤال الأول، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة من الغريب أن نسمع مثل هذا الكلام، الإنسان يفعل طاعة ويزجر عنها ويرضى عنها ويحذر منها
يعني يوصل به إلى أن يندم على أنه فعل الطاعة. صلاة التسبيح صحيح حديثها، بعض العلماء وكثير من العلماء قالوا هذا ضعيف. طيب، لكن أنا أعجبني كلام الشيخ الفوزان رحمه الله ربي يذكره بالخير. سئل مرة على أنه فيه إنسان يروي حديثا ضعيفا، قال له فيما هذا الحديث الضعيف الذي يرويه الشخص هذا؟ قال له في فضائل الأعمال، يعني في فضائل الطاعات. قال له إذن هذا لا بأس به وإن كان ضعيفا. طيب، لأنه يشجع على فعل الطاعات. فلذلك هذا الحديث وإن ضعفه كثير من العلماء، لكن هذا العمل، هذه الصلاة، هذه هل فيها شيء يخدش في علاقة المرء بالله تعالى؟ هل فيها شيء يضيع على الإنسان مصالحه؟ هل فيها شيئا يطمئن قلب الإنسان ويشعره بالقرب من الله تعالى؟ هل يشعر الإنسان يعني بأنه يقترب إلى الله تعالى بهذا الفعل ويجد تلك الحلاوة الإيمانية في قلبه وهو يؤدي هذا العمل؟ يعني ما شعور هذا الإنسان الذي يفعل هذه الصلاة بعد تمامها؟ هل يطمئن إلى ما فعل أم يقلق مما فعل؟ بل يطمئن. يطمئن. إذن لماذا نحذر الناس ونغلق على الناس أبواب الخير؟ إذن قل افعلي واستمري وادعينا معك. الله يسترك شيخنا، بارك الله فيك. سليمة من العاصمة، سليمة تفضلي. سليمة. ألو. تفضلي أختي. تفضلي. تفضلي نسمعوك، تفضلي. ألو. نسمع فيك يا سليمة، تفضلي. ألو. ما إيش تسمع فينا سليم؟ ما إيش تسمعنا فينا سليمة؟ الشيخ محمد، تقول الأخت بديعة أيضا في السؤال الثاني. نذرت كل يوم أصلي ركعتين. ألو. نعم سليمة، تسمعي فينا؟ أنا نسمع. سامية تفضلي. أستاذ حبيت نسأل. وهو السؤال ما هو؟ سؤالي أن عندي والدي توفوا. أنا الله يرحمهم. توفى الأب عنده سنة وتوفت الأم عندها شهر. إيه؟ وإحنا ما قدرناش نصبر عليهم. إيه؟ وراني نسأل سؤال ثاني، باش تنصحوني. سؤال ثاني، هل صح يروح الإنسان للجبانة؟ المقبرة. إيه؟ هل حقيقة أن الوالد تاعو ولا الأم تاعو يعرفوا بلي راهم جايين؟ طيب، هذا مكان. وزيد لي نطلب منكم الدعاء لهم. يا رب يرحمهما، يا رب يرحمهما، يا رب يرحمهما. الله آمين. هذا مكان. هذا مكان أبك. الله يسلمك سامية. الشيخ محمد، قالت نذرت باش نصلي كل يوم ركعتين حتى يحقق لي ربي النذر نتاعي. قالت لكن في بعض الاحيان نكون عيانه ما نقدرش نصلي ركعتين هذوك، نصليهم في الغد. هل هي في صواب ام لا؟ لا، الانسان ما دام قد نذر نذرا فينبغي له ان يفي بالنذر على الصوره التي نذر بها. لذلك مليح الانسان ما يضيقش على روحه لما يكون في الاتساع. الحكماء يقولوا لا، ما تاخذش قرار وانت غضبان. ايه. وما توعدش وانت فرحان. مهم. إيه؟ نعم. ايه فعلا. يعني لانه الانسان في حاله الغضب يتخذ قرار وما عاد يندم عليه، في حاله الفرح يقول لك معليش نمد ومن بعد يندم. والنذر يدخل في هذا الباب. ولذلك مليح الإنسان إذا كان فيها سؤال. لا. مليح الإنسان يتثبت ويدير العبادة لله سبحانه وتعالى غير مربوطة بتحقيق أمر. فالله تعالى نعبده في كل لحظة وفي كل حين. اسمح لي الشيخ محمد، الآن نستمع إلى أذان المغرب. حان موعد أذان صلاة المغرب. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جميع بمزيد من أجر المغفرة والثواب. شيخ محمد توصل إجابتك تفضل. نعم نقول مليح الإنسان أن لذلك رتب على هذا رتب العلماء على هذا أنه لا يشرع النذر ولكنه إذا قاله فإنه يلزمه ويلزم الوفاء به وهذه مدام راهي في كل يوم تصلي في كل يوم تصلي إلا عند العجز وهو قليل فالأمر فيه صفة التغليب غلب عليها فعل هذه الطاعة في أغلب الأيام وصفة التغليب موجود معروفة عند العرب ومعروفة في القرآن الكريم. القرآن الكريم قال في الحج مثلا واذكروا الله فمن تعجل في يومين مع أنه ليس في يومين يوم ونصف فقط فقال هناك صفة التغليب فمدام يعني لما تكون عجزانة وعيانة ما تقدرش تقضيها فيما بعد فإن شاء الله تعالى لا بأس. بارك الله فيك شيخ محمد. شفيقة من العاصمة شفيقة تفضلي. شفيقة راك معنا؟ شفيقة راحت يا سيد أحمد. شيخنا السؤال. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أهلا بك شفيقة تفضلي. وشاكم لا بأس الحمد لله يا ربي. الحمد لله. أخوي عندي سؤال. وهو أنا كنت أستاذة ودرت سلفية من خدمات الاجتماعية. إيه؟ هذه السلفية مش أنا اللي درتها بعد إنسان دارها لي. إيه؟ المهم أنا نهار درت السلفية درتها على أساس أني كانت عندي أبارتمون راح تجي لراجلي. إيه؟ ومن بعد قالوا لي الناس باللي لازم تديري العقد على اسمك. العقد تاع الدار. تاع الدار. أما ليتك راجلي راح عند واحد يعرفه في البلدية كتب لنا ورقة باللي الدار راهي على اسمي واسمه. ايه بصح هي في الحقيقه الدار على اسمه بصح انا اللي ضمنته في البنك عطيت له الدراهم باش خلصها وكل. ايه اه وهذيك الدار عطوني السلفيه ووافقوا لي وعطوني السلفيه وعطوني ورقه باللي نسدد بالتقسيط. ايه من بعد ما عيطوليش بقيت انا نستنى كل عام رحت لهذيك المقتصده تاعنا في المؤسسه قلت لها كيفاش انا ما عيطوليش باش يقطعوا لي قالت لي احنا ما نقدروا ندير والو تستنى حتى هما يقطعوا لك بصح في هذيك الفتره صرات مشكل في الخدمات الاجتماعيه وقالوا بلي سرقوا اموال ودي تورنمون مانيش عارفه ايه ومن بعد ما عيطوليش انا داوهم كامل قالوا هذوك اللي كانوا يخدموا تما ديال الحبس انا المهم ما عيطوليش لحد يومنا هذا راني خرجت غدخات انا ايه
السلفية تاعي مازال ما اقتطعوا هذيش، وانا حفظه كيفاش نتصرف. انا درتها بنية انني اللي يقتطعوا لي ايه، ودق خفت من هذه الناحية كيما اقتطعوا ليش كيفاش نتصرف، وخفت من الناحية الثانية الورقة اللي دارها الزوج هذيك عد تعتبر تزوير. طيب هذا هو سؤالي، ماذا بيت جاوبوني عليه؟ الله يسترك، بارك الله فيك، ويعطيكم الصحة وجزاكم الله خيرا. الله يسلمك، نجاوبك ان شاء الله. سيد احمد شكون لي معنا اخر؟ طيب خلينا نجاوب بلا شيخنا. تقول الصلاة نتاعها سابقا كانت تصلي وكانت تبطل، كانت في رمضان مثلا تتحافظ على صلاتها، متذكرة أنها في كل رمضان تحافظ على صلاتها، والآن تحب تقضي، هل الصلاة هذيك اللي صلتها في رمضان تحسبها أم ما تحسبهاش؟ هو الإنسان الذي يصلي ويترك قال العلماء يقدر ما ترك، ما ترك ما ترك، أما ما صلاه فقد صلاه. إذا كان صلاة كاملة وتامة وعلى أركانها وشروطها وفرائضها ومستحباتها فصلاتها صحيحة، ولا أحد يطالبها بقضائها ما دامت قد أدتها. ولكن إذا استطعت أن تقدر وتحسب ما تركت لتقضيها. طيب شكرا جزيلا شيخنا. سيد أحمد كاين عندنا مكالمة؟ شكون لي معنا؟ ألو الشيخ محمد. خديجة من عين دفلة، يظهر لي قطعة المكالمة. خديجة من عين دفلة، هاكي معنا خديجة؟ خديجة هايش معنا؟ الشيخ محمد سامية سمعت السؤال الأول تاعها، قالك الوالد توفى عنده عام الله يرحمه، والوالدة توفت عندها شهر الله يرحمها، فقلت لم نتمكن من الصبر عليهما. تفضل شيخنا. لك الفضل أستاذ هارون. لا، الإنسان إذا لم يصبر، الجواب البسيط هو إذا لم يصبر ماذا سيفعل الإنسان؟ صح، لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يغير من حقيقته. ولذلك عجبا لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اسمح لي شيخ محمد نسألك نعم. بعد على السؤال هذا، كان زمن عين دفلة، كان زاد فضلي. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كيفك شيخنا؟ كون بخير. لاباس الله يسترك، تفضلي. الله يسلمك خويا. عندي أسئلة. الأول السؤال الأول، بغيت كي نقوم الليل أسكو جايز لي نقرأ مصحف؟ هذا السؤال الأول. جايز لي ماذا؟ قراءة من مصحف. قراءة من مصحف. طيب إيه؟ وسؤال ثاني، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن كل نذكر بالصبحة، إذا صلي صلاة الإبراهيمية ولا نصلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسكو جايز لي؟ طيب. وفي الذكر خويا يعني وقتي كامل كي نوض من الصباح من الفجر حتى نكون نخدم في الشغل، نقعد نذكر في ربي سبحانه غير يعني في قلبي وأنا نخدم في صوالحي، وقبل الشروق وقبل الغروب نخصصها بالتسبيح بالسبحة. طيب هذا هو السؤال، بارك الله فيكم خالتي، الله يبارك فيك، ربي يسترك وربي يحفظك ربي يقبل عليك. انت ادعينا، انت ادعينا وادعي البلاد ماذا تذكري بالذات، ربي يسترك. الشيخ محمد في هذه الحالة انت ذكرت الصبر، صبر فكان خير الله، في حالة هموم كيفاش يكون الصبر؟ لا، عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يصبر يصبره الله. ومن يصبر يصبره الله، يعني معناتها يحوس على الصبر كما كنت تقول قبل، يمرن، يمرن نفسه، يروض نفسه. نعم، يروض نفسه على الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، معناها الإنسان مرة الصبر يقدر يكون مزية، يفرغ الله صبره على عبده عند المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ويمكن أن يكون ذلك شديدا عليه فيعود نفسه به يصبر. الآن الإنسان قلبه يحزن لا يؤخذه الله على هذا، العين تدمع لا يؤخذه الله على هذا، لكن يؤخذه على الصراخ وعلى الضجر وعلى الملل، كيفاش وانا وغير حنايا وكذا وكذا. أيوة. الإنسان يمكن أن لا يصبر بأن مثلا هو في قلبه راه محروق ولكنه لا يقول إلا خيرا، هذا صبر. هذا صبر. نعم طبعا. هذا صبر. النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنه إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن،
ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لأن بعض الناس الشيخ محمد يظن أن الصبر هو أنه ينسى الموضوع خلاص. لا لا لا، ليس هذا. أسمح لي نسمع أم محمد ثم تكمل لنا الموضوع. أم محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي، أهلا بك. تفضلي أختي تفضلي. سؤال مع شيخنا أبان بسألين إذا أمكن. تفضلي. الشيخ فاغ نساغ نايني بالحكم، الحكم لغة المسيحية وبيانا مانيش حكم تعش. عاودي أم محمد، عاودي عاودي. مكالمة رديئة شوي. ايه ما اسمعك، ما سمعكش الشيخ. إذا سمعتها قولوا لي وش كاين إبراهيم. إذن الصبر ما هو في هذه الحالة الشيخ محمد؟ لذلك قلت الصبر لابد أن يفهم معناها الصبر. الصبر والإنسان أن لا يقول إلا خيرا. يمكن القلب محروق صحيح ويطول يعني ويطول ما يقدرش ينسى، لكن غاية ما في الأمر أنها دمعات تنزل وأنها حسرة في القلب. ما نقدرش نقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم شافوه يبكي على ابنه إبراهيم دمعات. قالوا يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ معنى تعجبوا كأنه السؤال هذا وش معنى الدلال نتاعه؟ مش انت اللي قلت لنا يلزم نصبروا؟ قال لا بوش هذا المعنى. أيوة. قال هذه الدمعة إنسان ما يتملكهاش، رحمة رحمة. هذه رحمة جعلها الله تعالى، وليست عدم الصبر. وكما قلت الإنسان دايما ضاجر ويعيط وغيرنا ومنا وكذا يدير أمور ماهيش رافض القضاء. رافض القضاء، رافض القرار، رافض قضاء الله سبحانه وتعالى. ما الذي يساعدهم الشيخ محمد؟ تكلمت قال طلبة الدعاء. أي إنسان الإنسان ما يكونش وحده، ما يكونش في عزلة، يكون مع المصيبة إذا عمت هانت. ينظر إلى غيره من ولولا كثرة كما قالت الخنساء، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. صح. يعني تتأسى بالناس، مش غير أنت يلي مصابة فيه المصاب أكثر منك، عائلة تروح بكمالها، تصدقوا عليهم. إيه نعم، صدقوا عليهم، ادعي لهم، قرأ القرآن، قرأ القرآن، هذه كلها يطعم مليح شيخ محمد. نعم صدقة جميلة جدا. شكرا جزيلا شيخ محمد. شيخنا تقول هل روح الإنسان في المقبرة ترجع له، يعني بحيث لما نزوره ويعرفنا ونتكلموا معاه ويحس بينا وما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أن الزيارة مباحة جائزة مفتوحة. اسمح لي شيخنا نسمع وفاء من سكيكدا. وفاء تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام أختي، أهلا بك. بيك محدة. عندي سؤال من فضلك. تفضلي. أولا أنا عاملة ومرات المغيب بدون مبرر، وفي كي مغيب بدون مبرر ما نخرج هذاك النهار ما خدمتوش ولا نص نهار. كيفاش تخرجي؟ تصدقوا خلاص ما كاين خلص من نخرج حق النهار هذاك. اها وكاين وحده معايا في تخدم هي عندها شغل تدخل الساعه ما عندهاش يعني حاجه عاديه فهمتيني، وبعد تقول لي بوينتي لي في الوقع تقول لك وقعي لي سني لي فوالا نوقع عليها بالصح في نفس الوقت شغل يتخرج هي في كي تخلص. فهمتيني شو حاجة نفسهم أسكه هذا هو من هل صحيح؟ هل هذا هو يعني الذي بالله صحيح أم لا؟ أم لا؟ نجاوبك إن شاء الله. الله خير. الله يسلمك أختي، الله يسلمك. بارك فيك. شيخنا تفضل. بالنسبة لعودة الروح إلى الميت، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الروح لا تعود إلا مرة واحدة عند ما يحتاج الإنسان إلى الجواب على سؤال الملكين منكر ونكير. قال يعني معناها تعاد إليه روحه ويجلس كما يجلس في هذه الدنيا، ويأتيه الملكان فيسألانه الأسئلة الثلاثة المعروفة، يسألانه عن ربه وعن دينه وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معناها المثبت المؤمن يجيب جوابا صحيحا. وكان لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في جماعة وكان من بينهم سيدنا عمر رضي الله عنه،
وحدث بتصوير مروع يعني مخيف، كيف يأتي الملكان في يجران سلاسل من النار وبأصوات مرعبة وما إلى ذلك. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، أكون على ما أنا عليه الآن معك؟ قال: نعم. قال: إذن يفعل ما شاء أن يفعله فلا بأس. يعني معناه الموقف مربك، فغير المثبت ينفلت. ولذلك هذا الذي أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الزيارات، الزيارة قال: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو الآخرة. إذن هنا لم يشير إلى كون المزارين يعرفان من زارهما وتعود تعاد إليه أرواحهما، يعني ما فيش هذا الكلام. هذا قال العبرة والاعتبار للزائر وليس للمزار. الاستفادة للزائر، الاستفادة للزائر، أنك تتذكر الموت، تتذكر الآخرة باش تتزود لها، باش تقلع عن المعاصي، لأنك رايح وين تتحسب، وين ما كانش العمل وما كانش حتى فرصة نتاع تصحيح، لأن هذوك الناس اللي راك تزورهم الآن راهم تحت التراب. هذوك حتى وإن أخطأوا، وقد أخطأوا، فاتهم أوان التصحيح، ما كانش معاش واحد يقدر يصحح ولا يرجع المظالم ولا ما فيش، خلاص انتهى. إلا ما يفعله من كان بعده ولده. لكن أنت ما زلت على قيد الحياة وما زال عندك فرصة تصحيح. روح هو راح تروح لهذا المكان وراح تولي تحت التراب كما هو، روح صحح روحك أو يصحح الوالدة تعول. هذا هو، هذا الوالد من سعي الإنسان. إذا مسالة ولا مسالة كذا هو يصحح. هذا قاله العلماء في قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فقالوا الولد من سعي الإنسان. طيب، فمعناها الرسول عزمه قال: إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. طيب، هذا هو. شكرا. الزيارة للزائر بقدر ما تكون أفيد وأنفع من المزار. شكرا جزيلا شيخنا شفيقة الشيخ محمد، كانت أستاذة سلفت من الخدمات الاجتماعية، قالوا لا ما تقدرش تسلفي حتى تكون السكنة هذه باسمك، راحت فعلا دات وثيقة باللي باسمها هي وزوجها هذه السكن، وفعلا أعطوها السلفية وقالت رحت حتى البنك لأنها على اسمها هي، يعني هي متفقة هي ورجلها، أعطوا لها هذه السلفية وباش تخلص بالاقتطاع من الراتب نتاعها. قالت وقعت واحد المشكل، سرقة وكذا ودخلت الدولة وكاين داهم الحبس إلى غير ذلك. فقالت الشيء الغريب أنه ما لم يقطع لها، لم يقطع. راحت للمقتصدة قالت هم ما همش يقتطعوا لي، فقالت لها استني حتى يقتطعوا لك. هي الآن في التقاعد، حائرة من جهتين، حيرة من جهة هذاك السلوك خافت لعل فيه شيء لما اتفقت هي وزوجها على أساس أن السكنة تكون بيناتهم أنها وقعت في التزوير أو ما إلى ذلك، وخافت من جهة أخرى أنها الآن لم تسدد المال الذي عليها. تفضل شيخ محمد. لك الفضل. أولا نقول بأن ما يعرف بلجنة الخدمات الاجتماعية الموضوعة في كل المؤسسات، مؤسسات الدولة، هذه اللجان ليست لا اعتبار فيها للأشخاص، إنما هي مؤسسة قائمة بذاتها وفيها طبيعة الاستمرار بغض النظر عن الذي كان فيها أو الذي يكون. وبالتالي فالأموال هي حق الخدمات الاجتماعية بغض النظر عن أصحابها ماذا فعلوا، وهذا الحق لا يسقط، والأموال الخدمات الاجتماعية تبقى دينا إلى الأبد. والقضية مش قضية المقتصد في المؤسسة، إنما هي لجنة الخدمات الاجتماعية التي تطالب المعني عن طريق الاقتطاع. والمقتصد الآن ما يقدر يدير والو لأنه صندوق تحرير يتخلص من التقاعد مش من المؤسسة. صح. بالتالي الآن هي تبلغ الخدمات الاجتماعية رسميا بأنني أخذت سلفة بمبلغ كذا، مبلغ كذا، و الآن مش قضية اقتطاع، إنما هي تصب المال في حساب الخدمات الاجتماعية اللي راها مفتوح ويمكن أن تصب فيه في أي لحظة من اللحظات، فيبقى دينا عليها ولا يسقط بحال من الأحوال. مليح. والسؤال الأول لما
هو معناتها انا ما فهمتش مليح التفصيل، لكن راح نقول رجلها. راح نقول بانه اي تصريح غير صحيح فهو تزوير. هذا التصريح الذي صرحتموه هل هو تصريح صحيح ام غير صحيح؟ يوافق الحقيقه في الواقع ام لا يوافق؟ اذا وافق الحقيقه في الواقع فهو تصريح صحيح، واذا خالف الحقيقة في الواقع فهو كذب وتزوير. ايه هكذا ولا لا؟ ايه صح. هذه الحقيقة في الواقع هي اللي تعرفها. هي تعرفها. وإذا حصل أنها أن السكن ماشي تاعك، نروح عند إنسان نقول له اكتبوا لي على اسمك فقط، السيارة ماشي تاعي، اكتبها لي على اسمك لأنه عندي واحد الأمور، اكتبها لي على اسمك على أساس تاعي، لكن من بعد نفري بها الشغل ونعاود نرجعها لك. هذه في الواقع واش يقول؟ الواقع باللي السياره ماهيش تاعي. طيب الدار ماهيش تاعي. انت حليت الاشكال انها ترجع الدراهم للخدمات الاجتماعيه الممتسعه، كيفاش ترجع الدراهم؟ الاشكال تحل. لا موجود يعني المشكل تمشي للخدمات الاجتماعيه. ايه المشكل حل بهذا الشكل يعني تتحل. وكيفاش تحل المشكل الاول ايضا اذا لا كان المشكل الاول تم يعني ما ترتبش عليه اذا لم يترتب. اي نعم. اذا لم يترتب في قضية التزوير ولا التصريح الكاذب، إذا لم يترتب عليه إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا الشيء يصبح الباطل يصبح حق، الحق يصبح باطل. الشيء ماهوش تاعي بصح يولي تاعي، الشيء ماشي تاعي تعغيري يولي ليا. هذا نعم لابد أن نتحلل من هذا. وش معنى نتحلل؟ ترجع الأمور لأصحابها. لكن إذا لم يترتب عليه حق ضائع، ما كانش حاجة باطلة صبحت حق وحق صبح باطل، معناها قضية غير ثم بينتهم حاجات، فهذا إذا صرح صريحا كاذبا ولكنه لم يضر الغير فالتوبة والاستغفار مما قد حصل. شكرا جزيلا الشيخ محمد. شيخنا الأخت كنزة قالت لك راني نقوم الليل، هل جايز لي قراءة من المصحف؟ هذا السؤال الأول. نعم يجوز، بدليل أنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ولم تنكر على من كان يحمل في يده جريدا أو جلدا يقرأ منه في قيام رمضان في التراويح. وقيام الليل هو من يعني التراويح من قيام الليل، فلذلك النفل حتى في النهار بالنسبة لصلاة النافلة وإلا قيام الليل جاز أن يقرأ الإنسان من المصحف. طيب سؤال ثاني، تقول شيخنا باللي أنا نحب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسبحة، والشيء الثاني الكيفية، هل أصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية أو يكفي أني أصلي عليه فقط؟ نعم. اللهم صل. وطبعا الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي صيغة واردة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لما سئل قالوا يا صحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله الله أمرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا ربي أمرنا أن نصلي ونسلم عليك فكيف نفعل هذا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صلاة الإبراهيمية المعروفة. هذه الصيغة الواردة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء باتفاق أنها أفضل صيغة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن الصلاة والسلام محصورة فيها ولا يجوز صيغ أخرى، لا يجوز الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغ الأخرى. لا، كل الصيغ التي تؤدي حقيقة الصلاة وحقيقة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا نقول صلى الله عليه وسلم، أنا سمعنا ذكره وقلنا صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة على رسول الله مش صلاة؟ صلاة وتحققت بها صلاة. هذا الأمر بتاع الرب سبحانه عز وجل وتحقق بها. فكل صيغة، وذكرت مرة أن الشيخ النووي رحمة الله عليه اختار لنفسه صيغة وكان يذكرها في شكل أوراد صباحية مسائية، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله، وهكذا يذكرها 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. يعني وممن كانوا تعودوا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا من المفاتيح التي وصلتهم إلى ذلك كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم كنت أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 مرة في اليوم، واحد يقول لك 1000 مرة، هذا مؤهل
يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه راه أعطاه وقته. ذلك الصحابي الذي قالوا يا رسول الله أجعل لك من 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 وقت نصفه، قال لا بأس ولكن إذا زدت يكون أفضل. قالوا إذا ثلاثة أرباع، قالوا مليح لا بأس لكن لو زدت يكون أفضل. قالوا أجعل لك كل وقت، يعني وقت الذكر. قالوا أجعل لك كل وقت، قال إذا تغفر ذنوبك كلها وتقضى حاجتك. تقضى حاجتك ما شاء الله. شكرا شيخنا الشيخ محمد. كفيت همك وغفر ذنبك. صح. تقول الأخت الكريمة كنزة أيضا أني قبل الشروق والغروب نسبح بالسبحة، وفي الفجر أيضا نسبح، ولكن قالت لما يكون في الشغل في عندها الشغل ندير في الشغل في البيت نذكر في قلبي فقط. فهو ذكر القلب وليس ذكر اللسان. ايه؟ والأفضل أفضل مراتب الذكر أن يجتمع القلب واللسان معا. القلب ايه؟ اللسان يذكر والقلب مشتغل بهذا الذكر. المرتبة الثانية أن الإنسان اللسان يذكر فقط، أو الآن هذه عندها مرتبة الذكر بالقلب، فهو ذكر ولكنه ما يحققش صيغة الذكر الواردة في الأحاديث. مثلا أنا مع عبدي حيث تحرك ذكرني وتحركت به شفتاه، كما قال صلى الله عليه وسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم وتحركت به شفتاه، بمعنى أنه تحريك اللسان تحريك الشفتين ضروري لكي يكتب ذكرا. هل يسمى الذي يذكر في قلبه هل يسمى ذاكرا؟ نعم يسمى ذاكرا، ولكنه ذاكر بالقلب فله أجر في ذلك. تدخل السبحة، سألت السبحة لا 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 بأس. إذا تعلق الأمر بالتسبيح للصلاة بعد الانتهاء من الصلاة 33 فهذه الأفضل أن تقتصر فيها على اليد، وسبحنا بالأنامل فإنهن مسؤولات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبحنا بالأنامل أي بالأصابع. لكن إذا تعلق الذكر بغير هذا معناها الإنسان أو عنده حاجتين، يريد أن يصلي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 أو يذكر الله أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له على كل شيء قدير 100 مرة، أو سبحان الله وبحمده 100 مرة، يستعين بالسبحة على أساس الحساب فهذا جائز، أو يستعين بها على أساس أنها مذكر، معنى يكون عنده السبحة يكون عنده نشاط أكثر فهو جائز ولا حرج. شكرا جزيلا شيخ محمد. شيخنا وفاء مسكيكدا قالت لك أنا عاملة وتضطر تغيب بدون ما عندهاش مبرر، يعني شهادة طبية ولا إلى غير ذلك. قالت في اليوم هذا كما يقطعته لهاش تروح هي هذاك اليوم هذاك تتصدق به. عندها زميلتها أيضا تضطر تخرج تقول لها وقعي لي، وهي نفس الشيء توقع لها ولكن نفس الشيء هذاك اليوم تتقاضاه ثم تتصدق به. فتسأل أخت وفاء تفضل شيخ. هذا خطأ من الرأس إلى القدمين. كيفاش؟ من البداية إلى النهاية. الغياب بدون مبرر وبدون الحصول على ترخيص بالغياب للسبب المعقول يعني المقبول قانونا وشرعا هذا غياب غير مبرر غير شرعي. نتسأل سؤال وهذا الذي يسأل به القانونيون، يعني مش فقط الشرع، قانونيون يقول لك ودي هذا الإنسان راه محسوب على أنه موجود في منصب عمل في مكان كذا في الساعة كذا من الساعة إلى الساعة، هو غاب بدون مبرر، مسؤولين المحيطين به ما لم يأبهوا له ولم يقيموا ولم يفعلوا شيئا لهذا الغياب هذا، ووقع له حادث يريد أن يجعله حادث عمل، أو فقد حياته بالحادث، أو أمور أخرى يعني كثيرة، أو هو يصدق يعتدي أو يعتدى عليه، فهو في ساعة العمل. كيف الآن حل هذه المعضلة؟ هذه نزور مرة أخرى ونقول كان في مكان عمله واعتدي عليه في مكتبه وكذا إلى آخره، هذا كلام باطل. نقول الحقيقة إذن هذا مش عامل، إذن المسألة راه ما كانش فيه تقدير المآلات وتقدير العواقب. إذن لازم المسؤول هو اللي يحدد، المسؤول نفسه. بعض الأحيان شيخنا الإدارة فن الإدارة باش يدير يضطر أنه يسمح لهذا باش يتأخر ولا يغيب وكذا، ولكن
يعوض العمل، مثلا عنده عمل يحتاج يوم، هو اليوم غاب غدوة يعطي له العمل. لكن السلطة التدبيرية لهذه الهيئة المسؤولة، الهيئة المسؤولة تأخذ من الإجراءات القانونية التي تحمي بها هذا العامل وتحمي بها نفسها. نفسها تحمي، يعني الجهة المسؤولة هذه اللي رخصت تحمي نفسها في حالة وقوع مكروه في غياب هذا العامل. هي كي قالت غير مبرر ما قالت الناش، هل استأذنت أم لم تستأذن ما قالت الناش؟ هذا الكلام هذا غير مبرر، معناها غير مستأذن. لم تستأذن، يعني لم تستأذن، هذا هو معناه. أيوة غير مبرر معناها ما ظهرلاش. أنا فهمت قاعد في دارها، فهمت باللي غير مبرر يعني ما عندهاش شهادة مرضية ولا كذا. هذا واحد وجه آخر من غير التبرير. إيه؟ ولكن الذي فهمته أنا هو أنها لم تستأذن أحدا، وأن العمال فيما بينهم، وهذا تصوير آخر وهو أكبر، إيه؟ وهو إنسان غائب وإحنا نوقعوا له أنه حاضر كما فعلت هي بالنسبة لصاحبتها. إيه هذا تزوير، هذا أيوة. هذا كذب وبهتان. هذا أنت تشهدي شهادة زور بين ضميرك مش مرتاح، هاي تسأل، هذا هو. إيه فيها لو لا. فيها خطورة سيد الشيخ، وفيها خطورة. نعم فيها خطورة. هذا الإنسان هذا اللي صنيتي عليه باللي راح حاضر وموش حاضر، راح سرق، راح قتل، راح فالثالث سيارة دحسته مات، دحسته مات، وانت راك زورت عليه باللي راه في العمل وراه صح. فإذن هنا راه فيه خطورة، ما يلزمش هذا الكلام، هذا راه تعدي على القانون وتعدي على الشرع، لا يجوز. كيفاش تصحح درك؟ هي قالت صح، هي اجتهدت عن هذا العمل، هي اجتهدت انك تغيب هذاك النهار هذاك تروح تصدق، ما يسمى هذا، ما يكفيش، ما يكفيش يعني هذا ما يكفيش، لان المؤسسه اللي خلصتك راك خذيتي منها اجره من غير استحقاق. ايوه من غير استحقاق صح. فاذا المفروض تسدي الاجره هذه للجهه هذه نفسها، ترجعي لها، ترجعي لها، لانك خذيتي منها من غير حق وجه، وغير ممكن هذا. ايوه هذا غير ممكن. ايوه إذن معناها مهما فعلتي بهذاك المال ماذا إذن توقف عن الغياب، إذن توقف عن الغياب وتوقف عن التوقيع عن الآخرين وتروح تسدد المبالغ للجهة. شكرا جزيلا للمشاهد الكرام، إلى أن قلت إن شاء الله في فرصة قادمة تكون في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.